يقول تجاوزت 30 من عمري ولم أصلي، وأنا الآن تائب وأصلي، هل علي قضاء الصلوات التي فاتتني؟ ما دام أنك تبت إلى الله وحافظت على الصلاة يكفي هذا إن شاء الله، ولا يلزمك القضاء، لأنك يوم تترك الصلاة متعمدا لست على الإسلام، فلما تبت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد، فعليك أن تحافظ على الصلاة، وما مضى يعفو الله عنه بالتوبة، من تاب تاب الله عليه. نعم.